حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية، وهذه حلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار المواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أولى مواضيعنا في فقرة فيس تو فيس هو موضوع بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، والناس والعالم شافوا أنه البلد الوحيد اللي قدر يسوي الأشياء المستحيلة هو العراق بهذا العدد الهائل من الزوار، العدد الكبير من الخدام اللي كانوا موجودين، الطعام والشراب، العتبة الحسينية 5 مليون وجبة طعام، العتبة العباسية 2 مليون ما أدري 3، من عدا المواكب من عدا الناس، من شافت هذا الشيء وهذا العمل اللي الشعب العراقي وشيعة أمير المؤمنين تعمل وتثوب، قالوا إنه هذا الشيء يعني ما صاير أبدا في أي بلد من بلدان العالم. مجلس الوزراء قرر، يعني يمكن هو هذا يمكن الحسنة الوحيدة اللي بتاريخ مجلس الوزراء متشكل لحد الآن، قرر أنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء حددت أنه يوم الأربعين، يوم زيارة الأربعين، هو يوم للتكافل الاجتماعي بعيدا عنها. سوى المفروض يصيرن 14 يوم 3 أسابيع شهر، لأن هي الزيارة تمتد من 20 إلى 25 يوم، والناس تمشي من البصرة تجي قبل 16 يوم من باقي المحافظات. قرروا أنه يكون هذا اليوم هو يوم للتكافل الاجتماعي، لأنه شافوا أنه هذا الموضوع يعني من جد الكرم اللي موجود عند العراقيين، من جد الحب اللي يظهروا لأهل البيت، أنه هذا الشيء يعني ما موجود منه في أي بلد من بلدان العالم. لذلك هذا هو موضوعنا الأول اللي راح نتعرف عليه وعلى تفاصيله، ونشوف شنو كانت ردود فعل الناس بالتعليقات. طبعا الموضوع يقول انه الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرر اعتبار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام يوما عراقيا للعمل التطوعي، يوما عراقيا للعمل التطوعي والتكافل الاجتماعي وغيرها من هاي الأمور. العمل التطوعي هو ما حد ضارب على ايده وجابره، ولا حد قايل له اصرف من جيبك، ولا احد قايل له لازم وما اعرف، لا، الشخص يطلع من ذات نفسه يثوب يزور يخدم يؤدي الزياره ويرجع لبيته، يبقى له 20 يوم 25 يوم بعيد عن اهله بعيد عن بيته وعمله وتارك كل شيء في سبيل انه يؤدي اللي عليه. هذا الموضوع اللي هو حدث بارز جدا، ممكن هو بعض الناس وصفته بأنه الموضوع الأبرز في تاريخ قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. يعني ماكو أبدا قبل هذا القرار فد قرار يعني الشعب العراقي ممكن ارتاح له، ممكن بخدمة للمواطن بخدمة للشعب، لكن هذا الشيء هو كان الأبرز في قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. لذلك هذا اليوم هو يوما للعمل التطوعي، اعتبار يوم أربعينية الإمام الحسين هو يوم للعمل التطوعي. خلينا نشوف تعليقات الناس ماذا كانت حول هذا الموضوع. يقول كريم: حلو خوش قرار، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام. أما علي يقول: أكبر تجمع بشري سلمي بالتاريخ. تعليق من مون تقول: ليش هم ينتظروهم يقولون؟ هو اصلا يوم تطوعي من يوم استشهاد الامام الحسين عليه السلام. تعليق من علي يقول: السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابا عبد الله الحسين. اخر تعليق يقول: قرة عين صاحب الزمان، كل شخص يخدم ويتعب لاجل الحسين. طبعا هذا كان موضوعنا الاول اللي هو موضوع
يوم للعمل التطوعي اعتبار يوم زيارة الأربعين هو يوما للعمل التطوعي حسب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كنا باقين على هذا الطريق ومستمرين على هذا الطريق وعلى هذا النهج إن شاء الله. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة، التدخين مضر بالصحة حسب ما يقال وحسب ما شفنا من هواي ناس يدخنون السجائر أو بين قوسين الجقاير وانضروا بشكل فظيع. التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية لتصلب الشرايين، للأمراض القلبية، لأمراض الضغط وكثير من الأمراض وأمراض السرطان. وأساساً هو مكتوب على الباكيت أنه أنت من تشتري أي باكية سجاير يقول لك تحذير، هذا تسبب كذا وكذا وكذا من أمراض، أمراض سرطانية وقلبية وانسدادات. بس الشعب العراقي وشعوب العالم تدخن السجاير والموضوع عندهم طبيعي. على العموم موضوعنا، انتشرت صور يوم أمس بشكل فظيع وكبير جدا. هذه الصورة اللي انتشرت وغيرها من الصور نصب تمثال لما يسمى بين قوسين قطف الجيجارة، اللي انتشر بصورة كبيرة جدا بالسوشال ميديا، وكانت تعليقات الناس وردودهم نوعا ما ساخرة، والبعض الآخر قال انه هذا النصب هو للتوعية وغيرها من الأمور. النصب هذا بالديوانية، البعض انتقد المحافظة انه انتو شلون هيك تنصبون هيك تمثال، بعدين طلعت المحافظة هي ما لها علاقة، هو عمل تطوعي. على العموم خلنا ناخذ الموضوع وتفاصيله ونشوف تعليقات الناس شنو كانت. يقول افتتاح نصب قطف الجيجارة في الناصرية، التعليقات يقول صباح جميل نحن على موعد مع نصب الأرجيلة وشوية فحمات وقمشي، أما عذراء تقول ترى دول العالم هم مسوينه مثله ليش تستهزئون بالعراقي. تعليق آخر من زهراء تقول فكرتها توعية، هسه باكر كلها تروح يمها وتاخذ صور يدخنون. هي فعلا هسه العراقي راح تلقي باكر او اليوم اخذ صورة يمها ويدخن وواقف يم التمثال هيك مسوي ويدخن سيجارة، يعني عادي طبيعي جدا. علي يقول عادي هو بلد متطور من كل شيء وما عايز شيء، فحبينا نسوي هيك شغلات مختلفة بالشارع يعني فيكات. ام فاطمة تقول فكرة غاية في الروعة وهذا الانجاز يستحق الدعم والثناء، بوركت وبوركت كل التوفيق يا رب. طبعا بعد ما انتشر هذا الموضوع نشر الشاب منتظر الشباني او الشيباني منشور في صفحته الشخصية وذكر انه تم نصب هذا العمل ويعظم الاعمال البيئية وبعلم واشراف نقابة الفنانين العراقيين فرع القادسية وفدلالة على العمل التدخين مضر لصحتك وبيئتك، فحافظ على نظافة مدينتك، وهنالك اعمال مماثلة في جميع دول العالم. جزيل الشكر والتقدير الى مديرية بلدية الديوانية التي اتاحت الفرصة لدعم الطاقات الشبابية، وايضا أرفت صور لهذا التمثال أو النحت في كثير من دول العالم، وأيضا صور فيديو وهو يقف بجانب التمثال. احنا قررنا أنه يكون منتظر ضيفا في فقرة فيس تو فيس وموضوع قطف الجيجارة بين قوسين، منتظر الشباني أو الشيباني، ما هو اسمك الفعلي؟ حياك الله، اهلا وسهلا بك في قناة الايام الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة الى شخصك الكريم والى مستمعيكم ومتابعيك. حياك الله. في البداية احب ان اقدم نفسي الى شخصك الكريم. نعم. وللاخوة الافاضل النحات والاستاذ منتظر الشيباني، عضو اتحاد نقابة فنان العراقيين العام والخاص، عضو جمعية التشكيليين العراقيين، حاصل على شهادة الدبلوم محد الفنون الجميلة والبكالوريوس من جامعة بابل كلية الفنون الجميلة، والماجستير أيضا من جامعة بابل كلية الفنون الجميلة اختصاص نحت، كما أيضا حاصل على براءة الاختراع في من خلال إعادة تدوير الإطارات في إنتاج أعمال نحتية مغايرة للواقع. حلو، لله الحمد. هذا السي في منتظر جميل جدا، شاب بمقتبل العمر عنده هاي الشهادات وهاي الخبرة وهذا الأعمال اللي يسويها. منتظر منين اجتك الفكرة وشلون نفذتها؟ من ساعدك؟
منو وقف حجر عثره بطريقك؟ لله الحمد تم العمل على انشاء هذا المصب بارتفاع 6 متر من خامه الحديد المغلون والاطراء الحراري، اضافه الى ماده الفايبر جلاس. هنالك لدي يعني بالمناسبه عندي مشغل خاص بي لانتاج الاعمال التحتيه، عندي يعني وياي اكو متساعدني في انتاج فريق عمل كامل، اضافه الى تم العمل هذا على نفقتي الخاصه. ايضا العمل يشير الى التوعيه من خلال التدخين مضر لصحتك فحافظ على نظافه بيئتك، عمل توعوي يعد من الاعمال المفاهيميه البيئيه التي توعي وتوعي المقابل او الشارع العراقي من خلال ما نمر الان به من تلوث بيئي وتلوث من خلال الحجار. منتظر انت بعد ما نصبت، اذا موجود يعني تسمعني منتظر؟ وياك عزيز. اي بعد ما عملت هذا النحت او التمثال ما اعرف شنو تسميه ونصبته وشفت اكو سيل جارف من التعليقات الساخره في مواقع التواصل الاجتماعي، شلون تلقيت هذه التعليقات وشنو كانت رده فعلك؟ قبل البدء بهذا العمل يعني عندي علم ودرايه كامله ما هي توجهات الشارع وما هي معرفتهم من خلال هيك عمل. زين. هذه الاعمال هي اعمال يحتاج بحاجه الى جرأة كبيره لانتاج هكذا اعمال تكون لها صدى واسع وانتقادات عاليه. بالنسبه للانتقادات احنا لحد الان يعني الحمد لله يعني صار عندي دافع معنوي لانتاج عمل اخر توعوي واضافه للبيئه في جماليه اخرى ومستمرين احنا ان شاء الله. بالنسبه لهيك اعمال، هذه الاعمال منفذه في دول متقدمه مثل يعني عندك مثل لندن، عندك السويد، عندك في اغلب دول العالم تشجع على محاربه التدخين والنظافه. زين انت قلت هذا على نفقتي الخاصه، بين قوسين ايش قد كلفك هذا النحت؟ العمل تم على نفقتي الخاصه لمده اكثر من شهر. زين. الى الان كلفني العمل اكثر من 10 ملايين دينار عراقي. لم تدعمني اي جهه سياسيه او حكوميه ولا مجلس المحافظه ولا البلديه ولا نقابه الفنانين، اضافه الى اخذ الاذن من مديريه بلديه الديوانيه لتعطي فرصه في اختيار مكان مناسب للعمل. زين. منتظر 10 مليون دينار من نفقتك الخاصة من جيبك الخاص اليوم. نعم. إذا أي شاب تجي تسأله تقول له ممكن تصرف 10 مليون دينار من جيبك الخاص على مود تسوي أي شيء ممكن يخدم المجتمع، راح يقول لك أنا شو اللي علاقة، أكو دولة، أكو مجلس محافظة، أكو مجلس بلدية، هم اللي مسؤول، أنا ليش أصرف من جيبي؟ أنت ليش صرفت من جيبك؟ السبب الأول هو أضاف نكهة جمالية إلى مدينتي. زين. من ناحيه، اما من ناحيه اخرى الى الان لم نشاهد اي عمل ان البيئه يدعم ويوعي الناس في خلال البيئه. زين. منتظر. عزيزي. الموضوع مثل ما قلت لك كانت اكو تعليقات ساخره. ما جاوبتني على السؤال شلون تلقيت هاي التعليقات الساخره؟ انا بالنسبه لي كفنان انا من اعرف هيك عمل اعرف شنو ردود. زين. واستقبلت جميع التعليقات السلبيه والايجابيه والنقد البناء والهدام، لكن هنالك انا واثق بالناحيه الاولى، واثق بنفسي، واثق بادواتي، واعرف شنو اللي قاعد اعمل عليه خطوات متتاليه وصولا الى مبتغاي الا وهو اضافه عمل جمالي يمثل البيئه. الى الان اكثر من يعني ثلاث محافظات، يعني بدون ذكر اسم، الى الان اكثر من ثلاث محافظات طلبت معي تنفيذ هذا العمل في محافظاتهم. اها، ثلاث محافظات طلبت من عندك. ممكن تعدد لي اسماء المحافظات؟ يعني ان شاء الله بالقادم القريب، يعني حسب ما يعني اتاكد يلا اكثر يعني اصلا. زين. زين. شنو اعمالك القادمه غير النصب هذا؟ ان شاء الله انا مستمر بالاعمال، اعمال مغايره، انا يعني كذلك منفذ اعمال كثيره في محافظات عديده، لكن هنا التغيير اصبح لذلك نرى هذه الموجه من التساؤلات، اضافه الى موجه من الاستهزاء بسبب قله الوعي. لان مثل ما يقولون كلم الناس على قدر عقولهم، فاني ما ملزم ان افهم كل شخص، لان العمل هو مفهوم بذاته، له دال ومدلول ومفسر نفسه بنفسه. زين. وجه رسالتك الى الشباب العراقي انه شلون تقدرون تحافظون على مدينتكم وشلون تقدرون تحافظون على صحتكم، وايضا رساله للتعليقات اصحاب التعليقات السلبيه بشكل عام. بالنسبه لاغلب التعليقات السلبيه انا احترم كل الاراء اللي طرحت علي سواء كانت سلبيه او ايجابيه، اما بالنسبه للتعليقات السلبيه خصوصا بحد ذات
ما أجبت عنها إلى الآن. أتمنى من الله يعني سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يبذلوا مثل ما أنت تحافظ على بيتك وعلى نظافة بيتك. حافظوا على نظافة الشارع مكان ما أنت تدب القطف يمك أو في مكان يعني تقعد السيارة تدخن بها، تدخن بأي مكان عام، أو حافظ على صحتك على أو أقلع عن التدخين. أي طبعا منتظر، كنت معنا ضيفا عزيزا، أشكرك الشكر الجزيل وأتمنى اللي الشرف وأشرف معك. شكرا جزيلا وأتمنى لك التوفيق في الأيام القادمة أنه تنتج أعمال أكثر من هذه الأعمال. شكرا جزيلا منتظر. طيب حبيبي. طبعا مشاهدين الكرام كان معنا منتظر من محافظة الديوانية، صاحب نصب قطف الجيجارة حسب ما سمي في مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى رواجا كبيرا في السوشيال ميديا والقنوات الفضائية والمراكز الخبرية والإعلامية. الرسالة اللي أنا أريد أقدمها أنه طبعا أنا مو بدور أنه أقدم رسالة، ولكن هي هو كلام ممكن أي شخص يحب يسمعه هو مشكور. أي عمل خيري أو تطوعي من قبل الشباب أو الشياب أو النساء أو الكبار، أي أيا كان، أي عمل تطوعي مثل ما تشوفون منتظر صارف من جيبه لحد الآن 10 مليون دينار عراقي. إذا تسألني أني تقول لي تصرف 10 مليون دينار عراقي على عمل يخدم البلد، أقول لك لا، أحكي لك بصراحة أقول لك لا. لكن من نشوف موضوع منتظر ونشوف أنه هاي الروح والعزيمة والإصرار اللي عنده تولد عندك حافز أنه ممكن ندعمه، نسوي مثله، نساعده بالمادة أو نساعده معنويا، أنه نشد من أزرع وعاش تيدك ونشجع على هيك أفكار. وإحنا شاهدنا أكو هواية صور بمواقع التواصل الاجتماعي على هذا النصب موجود بكذا دولة أوروبية مثل ما قال منتظر، ألمانيا، السويد وغيرها من الدول. يجب أنه نشجع أي شاب، أي نحات، أي فنان أنه يعمل عمل يفيد ويخدم المجتمع، هذا بالعكس نصفق له ونقول له عاشت ايدك ونشد من أزره. هاي إذا ما ساعدنا أيضا من جيبنا الخاص. شكرا منتظر وأصحاب التعليقات السلبية والتنمر وغيرها. يعني ذاك اليوم محمد داود لاعب عراقي، يعني سواد مو موضوعنا بس شيء بشيء يذكر، لاعب عراقي بعيدا عن مزور عمره ما مزور عمره، مستواه الفني جيد مو جيد، هو لاعب عراقي مر بظرف صعب جدا، هذا الظرف أدى إلى تساقط شعر راسه والوجهة تحفر، يعني ظرف صعب جدا مر به اللاعب، مرض والدته ومرض والده وصرفه هواية وتعب كلش. فطبيعي البشر من يمر بظرف يبين على جسده القهر، الوقت العصيب اللي مر به تشرت له صورة، هو يلعب مباراة ودية شعره ساقط ووجهه سيل جارف من التعليقات والتنمر، وصل إلى الدول العربية والصفحات العربية. ليش؟ ليش احنا اليوم اي شيء يطلع لازم نتنمر ونسخر وكل شيء نسوي؟ ليش؟ يعني الموضوع هذا ما اعرف، يعني في يوم من الايام محمد داود لعب كأس آسيا وفرحنا واعتقد اخذ البطولة، لعب كأس العالم لكأس العالم على مستوى المنتخبات وفرحنا وجاب لنا انجاز وصفقنا له وفرحنا به وخدم المنتخب وكان كابتن لمنتخب الشباب والناشئين. فهاي مو جزاتها انه طبعا للبعض الكلام، هاي مو جزاتها انه احنا والله اليوم وقع شعره نتنمر عليه، حتى لو كان عمره مزور او مستوى الفني زين مو زين ما لنا علاقة بهذا الموضوع، لكن احنا نحترم مشاعره، مشاعر اصدقائه اهله وناسه. زين، ومثل ما قلت لكم الحياة الخاصة الظروف، هسه انا كشفت لك شيء بسيط من مرض والدته ووالده والوقت العصيب اللي مر بيه، لكن خففوا شوية من تعليقاتكم، خففوا شوية عن الناس بصورة عامة. التعليقات، التنمر، الاستهزاء، هذا ترى ياخذ من البشر، يدمر الإنسان. ممكن إنسان ممكن يريد يبدي حياته تجيه فالتعليقات ساخرة تتنمر عليه ممكن تهدمه. فأتمنى من الشعب العراقي يعني أنه يخفف من هذا الموضوع. طبعا ما أريد أطيل عليكم أكثر، هذا كان موضوعنا الثاني اللي هو موضوع قطف الجيجارة
وحكينا وتحدثنا بشكل كبير، وايضا اخذنا الشاب منتظر. موضوعنا الثالث في هذه الفقره هو موضوع يعني انا ما اعرف شنو اسميه، بس وبشر القاتل بالقتل. هسه هو حاليا ما قتله، هسه هو حاليا في قبضه العداله. جريمه سبايكر البشعه اللي راح ضحيتها 1700 ما اعرف 1800 شاب عراقي من كل محافظه من محافظات البلد، جريمه سبايكر البشعه اللي قام بها عناصر داعش الارهابي ومن ساعدهم من الداخل، قسم القوا القبض عليهم، قسم انقتلوا جراء القصف او المداهمات، قسم شرد. هذا القسم اللي هرب برا البلد وهرب بباقي المحافظات، بقت القوات الأمنية تلاحق هذول المجرمين وهاي العناصر. آخر واحد تم القبض عليه من منفذي جريمة سبايكر هذا الذي ماثل أمامنا في الصورة، هذا القذر الأرهابي اللي قتل مع مجموعة من العصابات الإرهابية بين قوسين داعش، قتل شبابنا، قتلوا حلم 1700 شاب، بهم المتزوج، بهم الخاطب، بهم الشاب اللي يتطلع إلى أنه يكون أسرة وحياة كريمة، بهم الإنسان اللي والدته تنتظره من يرجع، بهم الحالم. العذاب اللي وقع على أهلهم، أصدقائهم، أطفالهم، هاي المناظر اللي شفناها مثل ما شفنا احنا بالفيديوهات وبالصور شلون ينفذون جريمة الإعدام بهم. وبشر القاتل، هذه الصورة بعد إلقاء القبض على أحد العناصر الهاربة في إحدى المحافظات العراقية، نشرت خلية الإعلام الأمني أنه تم إلقاء القبض على هذا القاتل. خلينا ناخذ الموضوع وتفاصيله ونتحدث أكثر بخصوص هذا الإرهابي. طبعا هذا هو القذر بين قوسين واسف للمفردة، نشرت خلية الإعلام الأمني بيانا تقول: أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن تطيح بأحد منفذي جريمة سبايكر بمحافظة السليمانية بعملية استخبارية امتازت بالدقة والسرعة ومن خلال التنسيق العالي والمشترك مع مديرية أسايش السليمانية. تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بأحد منفذي جريمة سبايكر الهاربة، وذلك من خلال تواجده في مركز مدينة السليمانية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب من محكمة التحقيق المركزية. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وسيتم تسليمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل. كانت تعليقات الناس بعد ما شافت صورة القاتل. أحدهم يقول، علي رحيم يقول: وبشر القاتل بالقتل، هو لحد الآن لم يعدم، ولكن من هذا المكان نطالب وزارة العدل انه تنفذ حكم الاعدام بحقه باسرع وقت. خلي اهالي الضحايا والشهداء يرتاحون من يشوفون هذا القاتل يعدم، هذا المجرم. مثل ما قلت لكم، البعض هرب والقوا القبض عليه، البعض قتلوه بمداهمات او بقصف، ما تبقى الا القليل. وهذا آخر شخص، ممكن ما أعرف بعد أكو كم شخص هارب أو لا، ولكن هذا آخر واحد تم إلقاء القبض عليه. لازم يعدم حتى أهالي الضحايا، أهالي الشهداء من يشوفون الخبر يقولون إنه فعلا ما ضاع حق وراءه مطالب. هذا الشخص اللي قتل أحلام وتطلعات شبابنا لازم يعدم. أنا والله بالنسبة لي ذولا منفذي جريمة سبايكر كان المفروض يعدمون في ميدان عام أمام المرء، أمام الجميع. لا حد يقول لي بشاعة منظر وحقوق الإنسان،
بشاعة المنظر وحقوق الإنسان وين كانت من قتلوا شبابنا؟ وين كانت؟ من يصورون فيديوهات يقتلون الشباب ويذبهم بالنهر، مو النهر صار عبارة عن لون أحمر، صار عبارة عن نهر من الدم في صلاح الدين في تكريت. يقول بشر القاتل بالقتل. أما علي عبد الأمير يقول عاشت إيدكم يا أبطال. سجاد يقول عاش العراق وجيشه الباسل، عاش العراق وحشده المقاوم، الموت مصير الجبناء والخونة، الخزي والعار لأعداء العراق والعراقيين. يقول مصطفى أبطال. أما علي فهم يقول بارك الله بجهودكم يا أبطال. هذا الموضوع مثل ما قلت لكم هو كان موضوع إلقاء القبض على القاتل، أحد منفذي جريمة سبايكر، جريمة العصر اللي راح ضحيتها 1700 شهيد، ممكن أكثر، وصلوا إلى 1800 وأكثر من هذا الرقم. هاي الشهداء دمهم ما راح يروح هدر ما طول عندنا أبطال في الجيش العراقي والحشد الشعبي وجميع صنوفنا من القوات الأمنية البطلة، من تنفذ هاي الطلعات وتلقي القبض عليهم لازم واحد يرتاح. وطبعا شيء بالشيء يذكر أيضا، أحب أن أشكر وزارة الدفاع وطيران الجو اللي ساهموا بإرسال شباك ضريح السيدة زينب عليه السلام من العراق إلى سوريا بطلعة جوية، وصلوا هذا الشباك إلى سوريا إلى دمشق، أيضا نشكرهم جزيل الشكر. من تشوف طيران الجو والجيش العراقي والحشد الشعبي وقواتنا الأمنية البطلة الدافع عن العراق، من دول اللي تريد تنهب بالعراق، من العصابات، من داعش، من المجرمين، هم يدافعون بكل قوة وشراسة. والعكس الثاني تشوف السياسيين العراقيين منبطحين، ما عندهم أي كلمة، ما راح يفيدون العراق ولا شعب العراق في يوم من الأيام، شتان ما بين الاثنين أو ما بين الاثنين، هذا يدافع عن بلده ويقاتل ويحارب، وهذا سياسي عند الموضوع طبيعي، المهم يخلي بجيبه مالاته ويطلعهن برا حتى من يصير عليه فد شغلة يروح وفلوسه برا حتى ينعم بها هو وأولاده وباقي عشيرته وقرايبه وأصدقائه. تبا لكم مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وفقرة الترند تيوب، فقرة الفيديوهات اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا في السوشيال ميديا ويوتيوب وباقي المواقع. الفيديو الأول الفيديو المعتاد، احنا عندنا فيديوهات دائما معتادة، الدقة والعركة والقتل، هاي فيديوهات دائما معتادة موجودة بشكل اسبوعي بشكل يومي بين يوم ويوم، لازم يطلع لنا فيديو من محافظات العراق انه اكو قتل في احدى المحطات، محطات يعني البنزين خانة بين قوسين، شفنا نزلوا اثنين بدراجة بكل بساطة قتلوا شخص وراحوا ومشوا كأنما شيء لم يكن. خلينا نشوف الفيديو بكل بساطة، نزلوا قتلوا نفذوا عليه الجريمة وراحوا، حتى مسدسهم موقعين مثل ما يقول بالفيديو، خلاص راحوا. هذا البلد عبارة عن يعني الموضوع صار بسيط وسهل، يعني صار بسيط وسهل أي واحد يقدر يسوي، لاكو قانون لاكو حماية. وحسب ما عرفت انه قبال هاي البنزينخانة دورية ومركز شرطة، دورية ومركز شرطة، الشرطة في خدمة الشعب، اش وقت تتدخل لحماية الشعب؟ ما اعرف، هاي ما اعرف اش وقت تتدخل لحماية الشعب، يتدخل ويقتل ذول العناصر الارهابية ما يخلص الشرطي، لو يجي الموضوع عشاير لو قانون، ليش؟ اش وقت احنا يصير عندنا قانون بحظ يحمي المواطن العراقي ويحمي الشرطي؟ شو وقت؟ زين هاي البنزينخانة، انا ادري بالبنزينخانة الدراجة ما تدخل، يعني ابو الدراجة يوقف برا
يجيب الدبه مال تايمر 5 لترات يفولها ويطلع. شلون طبت الدراجه؟ شلون نزلوا طلع سلاحه؟ المشكله يم بنزين، يعني يم الهوز مال البنزين، يعني ممكن تنفجر باي لحظه. هذا رصاص وبنار، طلق ناري بصف البنزين، يعني كان ممكن بنزينخانه كلها انفجرت ونخسر ارواح اكثر. زين، هاي الفيديوهات مع بشاعة المنظر لازم تظهر للناس حتى يشوفون انه ماكو قانون بالبلد، عبارة عن غابة، احنا عايشين بغابة. اي واحد عندك مشكلة وياه روح عليه اسحب سلاحك وقتله، روح دق بيته او قفله بالهذا، مثل ما شفنا مدرس في بابل في الحلة، اجوا اثنين، واحد لازم له توثية واحد لازم له سكينة، ضربوه على راسه وقتلوه وراحوا قدام ناي. عادي طبيعي، يعني سكينة وتوثية تنويع، خاف ما يتأذى اذا ضربه بالتوثية على راسه، سكينة موجودة يدكه، سهل الموضوع، صار بسيط. يعني هاي المناظر كنا نشوفها بس بدول العالم، ماكو هاي المكسيك، امريكا، هاي الدول اللي بيها الجريمة كل دقيقة جريمة، ما ادري كل 45 ثانية، مرة شفت التقرير بالمكسيك او بالبرازيل، ما ادري بامريكا، كل 45 ثانية او دقيقة تصير جريمة بالبلد. هاي كنا نشوفها بس هناك. هسه بقوة الله بزود الدولة وبزود السياسيين الابطال قمنا نشوفها بالعراق، طبيعي جدا الموضوع. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا. يقول علي السبعاوي: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، انا لله وانا اليه راجعون. محمود يقول: هيش لقطات بس بالبرازيل وموزمبيق. اي صدق باو، كنت اشوفها وهسه شفناها عندنا بالعراق العظيم. الحاج ضياء يقول: بلد تايه مقابل البنزين خانة مركز شرطة، وبصف البنزين خانة الجراج. ادري الشرطة شنو شغلهم، يباوعون. يعني انا منيتي اقول لك شنو شغلهم، بس ما تقدر، يعني شغلهم يصير بالستة العصر يوقفون له الدراجات، يوقفوهم. يعني هذا بالدراجة دا من تمن توقفه ما تفتشه، وقفته ورجعته راح يروح من غير طريق، بسيطة جدا. انت تحارب الدراجات ورا الستة العصر، هو هاي قتله بوضح النهار صبح. زين، هو ابو دراجة اللي نفذ. زين، يعني لازم اكو قانون بحق انه ابو الدراجة رقم للدراجة بها فد وكالة بها فد سنوية، شو تسوون؟ سووا اسم وهذا وبائع وشاري، مو والله هيك ما اعرف بعد. يقول زيد: يعني هذا اللي يقتل انسان ما يعرف انه وراه حساب وماكو الى مغفره، وذا يعرف معناها هذا مو يؤمن ان الله موجود وحساب موجود ونار موجوده؟ لا اكيد ما يؤمن. عمر يقول: باكر عقبه يجيبكم بالبدله الصفراء. الله كريم، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذوي الصبر والسلام. طبعا يجون بالبدله الصفراء، مثل ما اجى منفذ جريمه سبايكر بالبدله الصفراء، هذول هم راح يجون بالبدله الصفراء وراح ينفذ بهم حكم الاعدام. واتمنى ما تتدخل موضوع العشائر، مع احترامي لكل عشائرنا، القانون لازم يتنفذ. قتل شخص يجب ان يعدم، بسيط، لا فصل ولا دية ولا ما اعرف شنو، خليه حتى بعد واحد ما يفكر انه يقتل بشر. ها والله اقتله وادفع وش تقتله؟ دجاجه وش شنو؟ غير بشر، انسان بعد ما اعرف. الفيديو الثاني عندنا في فقره ترند تيوب، قبل لا مو قبل ديش الحلقه حكينا وتحدثنا بموضوع وكاله ناسا تريد تضرب احد الكواكب الصغيره او الكويكب بقمر صناعي حتى تغير مساره، وحكينا وسخرنا وسولفنا واكو تعليقات متباينه. ظهر لنا فيديو يابا والله شنو نجاح عمليه تحويل مسار الكوكب. شو الفيديو عباره عن؟ شوفوه بعدين نحكي.
هسه شفتها من احنا صوره تقربت كانما صوره زوم وجاي تتكبر، وهذا يعني لا شفنا الكويكب تغير مساره، يعني بس اريد نفتهم زين هسه غير نعرف انه شنو هسه وين شلون اصطدم شو كانها صوره جاي تتقدم. بس هسه انا مو ساذج حتى اكذب وكاله ناسا او بس يعني الموضوع مو واضح، يعني كانه ما صوره وجاي تتكبر تدخل زوم هذا هو انتهى الموضوع التصفيق. وهذا هسه انا قلت لكم مو مال اكذب وكاله ناسا، هاي الوكاله اللي العالميه اللي عندها ابحاث ووصلت لكثير من الامور بالكون والفلك والفضاء. بس يعني هذا الفيديو الله شاهد يعني ما شفت فيه غير صوره جاي تتقرب بس، يعني شلون تغير مساره زين؟ ليش اصلا انتوا ليش تردون تغيرون المسار؟ يعني الكون صار له الاف وملايين السنين، ملايين السنين صار له، ما فد يوم وقع كوكب على كوكب، يجوز نيزك يوقع نيزك طبيعي زين، والله سبحانه وتعالى من يوقع نيزك ما شفنا فد يوم نيزك وقع على بشر او على منطقه، دائما يوقع باماكن فارغه زين. انتوا شو عليكم بالكويكب هذا؟ ايش راح يضركم كويكب في في المجره في الكون؟ يعني حتى مو بالارض، يعني اذا وقع وين يوقع؟ يعني هو بالكون يفتر يعني بعيد عن كوكب الارض، يعني ليش يعني انتوا والله ليش يعني هسه قلت لكم انا مو ساذج حتى اتدخل واقول ها والله وبين نفسي افتهم لو خبير، بس يعني شو عليكم؟ خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع. صفقوا على صورة قربت ما ادري شنو. والله يقول الله الحافظ الارض صار لها ملايين السنين ما ضرها لا كويكب ولا هم يحزنون، لو نخلص من اذية البشر وحروبهم كل شيء ما عليها. صدق كل شيء ما عليها والله. نهرين اسمها نهرين، حلو اسمك نهرين، ابشرك ما راح يبقى النهرين 2040 مدري 2030 نهر واحد واحتمال اثنيناتهم يروحان. تقول كويكب ماشي بامان الله، تجي ناسا وتضربه وتغير مسار حياته، مبروك للبشريه على هذا الانجاز ونتمنى السلامه لكوكبنا الجميل. وين كوكب الجميل؟ كوكبك مليان قهر ومآسي وضيم. قلت لهذا المضى، قلت لهذا المضى، قلت لهذا الجاي على قولة الشاعر المرحوم. يقول مآسي وضيم وهذا سمير صبيح. هشام يقول اكلاوات راح يكشفها ايلون ماسك ورا يومين. ايلون ماسك عنده هسه مشكله ويا ناسا وداخل ويتصادم وياهم، فاحنا ايش ننتظر؟ ننتظر تغريدته او تعليقه حول الموضوع حتى همين نشوف الصدق من الكذب، لان ايلون ماسك هسه حاليا هو متخارب ويا وكاله ناسا الدولية للفضاء. علي يقول كافي ضحك عن الناس وكالة الدجل والكذب، ترى الناس وعت ومو مثل قبل، واغلب الناس دا يؤمنون بسطحية الارض والسماء والارض متساويان بالمساحة، والخرط مال ناسا كله كلاوات. شنو سطحية الارض والسماء والارض متساويان بالمساحة؟ شنو الارض مو مسطحه حبيبي انت، يعني شنو انت ما قرأت بالجغرافيا قبل؟ يعني مثلا يعني رؤيه اعالي شراع السفينه من بعيد، تعاقب الليل والنهار، شنو سطحيه الارض؟ كوكب الارض كوكب دار، سطحيه الارض شنو؟ او هذا الموضوع اللي انت. ابو حمود يقول ناسا ليش ما تقعدون راحه؟ لا تهجمون الكرة الأرضية، لا تظلون تشمرون على الفضاء، الله وحده مدبر أمور الكون. زهير الطائي يقول أشو ما شفنا لحظة الاصطدام ولا تغيير المسار. إيه والله صديق شو ما شفنا هاي اللحظات، والله ما نعرف يا زهير وين راحت هاي المشاهد والمناظر. طبعا هذا الفيديو اللي ظهر هو فيديو لكوكب أو كويكب صدمته ناسا بإحدى أقمارها الصناعية وغيرت مساره. الفيديو الآخر اللي راح ناخذه
في فقرتنا هو فيديو طائرة بالبرازيل تقل عدد من السياسيين وسقطت بهم عدد من السياسيين. خلينا نشوف الفيديو. يقال انه هذه الطائرة كانت تقل سياسيين برازيليين سياسيين برازيليين. البعض من شاف هذا الفيديو، طبعا هو ما نتمنى احنا الموت لأي انسان، بس قالوا يوم للسياسيين العراقيين. شوف يعني الناس وصلت مرحلة انه تتمنى الموت للسياسيين العراقيين. شوف وين وصلنا. مع العلم هو ابجع شيء واحد ممكن يشوفه لحظة موت انسان، بس خلي تعظون من يشوفون هاي المشاهد ويشوفون تعليقات الناس من تقولهم والله كون بيها سياسيين عراقيين. انت قدر واستوعب وحس انه الشعب العراقي شقد واصل مرحلة من القهر ضدك والظلم بحيث يتمنى لك الموت. راح اختم بهذا الفيديو حلقتنا لهذا اليوم، وهاي الرسالة لازم توصل لكل سياسي عراقي. مصيركم بيد الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، أقول لكم في أمان الله.